من الاهلي اروح لاخبار الزمالك، والبدايه من عند خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني للفريق، واللي استغل الاجازه القصيره اللي منحها لفريقه لمده يومين وسافر الى لندن. وكشف عبد الواحد السيد مدير الكره بالفريق ان اوسوريو توجه الى لندن لقضاء اجازه قصيره 48 ساعه لان يعود لقاره تدريب الفريق يوم الاثنين المقبل. وكان الجهاز الفني للفريق قرر منح اللاعبين راحه سلبيه من التدريبات الجماعيه لمده 48 ساعة، ويحصل اللاعبين على راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت والأحد على أن يستأنف الفريق مرانو يوم الاثنين المقبل استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. ونروح لخبر تاني، حيث يستعيد الجهاز الفني للزمالك خدمات محمد عواد حارس المرمى في مباراة إنبي المقرر لها يوم 27 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري نايل. ويغيب محمد عواد عن الزمالك في مباراة سموحة المقبلة المقرر لها 21 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة دوري في الأسبوع الرابع بسبب تعرضه للطرد المباشر في مباراة البنك الأهلي بالجولة الثالثة والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف. وبات محمد عواد جاهزا من الناحية الطبية بعدما تعافى من ألام الركبة التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الذي خصص له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة. الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو رحب بالتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر، ويبدأ أوسوريو إعجابه باللاعب بعد أن أشاد له بالأداء وشاهد له عدد من المباريات مشددا على أن اللاعب سيكون إضافة كبيرة للفريق في حال ضمه، خاصة وأنه يجيد اللاعب في أكثر من مركز وهو أمر يساعد في إنهاء بعض الأزمات في الفريق. وشدد المدير الفني للزمالك على أهمية أن يتم إنهاء أزمة القيد خلال فترات الانتقال الشتوية حتى يتيح ذلك تدعيم صفوف الفريق. منزعج جدا أوسوريو من قصة إغلاق القيد اللي موجود على الزمالك، مأيده شوية ومأيد فكره ومأيد حتى طريقة تناوله للتعاقد مع لاعبين كتير، لكن عمر ما شاء الله في الفترة الأخيرة مع منتخبنا وحتى مع فريقه بيقدم عروض طيبة جدا، نتمنى له التوفيق.